أونر تواصل نشاطها الفترة الأخيرة في إصدار هواتف بقيمة عالية مقابل السعر. أونر بلاي 6T برو هو أحدث إصداراتها، دعونا نتعرف أكثر عليه. مراجعة سريعة. جاء أونر بلاي 6T برو بتصميم عادي ومألوف، لكنه مقبول في الفئة الاقتصادية. في الخلف ظهر بلاستيكي مع عدة كاميرات مربعة تضم عدستين فقط، وفي الأمام نجد الشاشة كاملة دون حواف أو أنفوء مع ثقب في المنتصف يمثل الكاميرا الأمامية. على اليمين نجد زر الطاقة وأزرار خفض ورفع الصوت، وعلى اليسار مدخل شريحتي الاتصال. في الأسفل سبيكر ومنفذ الشحن من نوع سي ومدخل السماعات 3.5 ملم. جاء الهاتف بطول 16.34 سم وعرض 7.47 سم وسماكة 7.5 ملم وزن 175 جراما. رغم أن شاشة الهاتف عادية، لكنها تقدم تجربة جيدة ومناسبة في مشاهدة الفيديوهات بوضوح ودقة عالية. هي LCD مقاس 6.7 إنش بدقة فول HD بلس بكثافة 391 بكسل في كل إنش مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، يجعلها مناسبة للعب الألعاب ذات الرسومية المتوسطة دون تقطيع في الإطارات. يعمل الجهاز بنظام أندرويد 11 مع واجهة ماجيك UI 5.0 من أونر، وبالرغم من كونه الآن صادرا دون خدمات جوجل، لكن بنسبة كبيرة النسخة التي ستتوفر في دولنا العربية ستكون داعمة لها. من جهة أخرى يعمل الهاتف بنظام دايمنسيتي 810 من ميدياتيك ثمانينواه، مصنع بتكنولوجيا 6 نانومتر مع تردد أقصاه 2.4 جيجا هرتز، ومرفق بمعالج رسوميات مالي G57 MC2. يأتي الهاتف مع خيار رام 1 8 جيجا بايت مع ذاكرة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت، دون وجود إمكانية تركيب كارت ميموري. وحدة الكاميرات الخلفية مكونة من عدستين، العدسة الرئيسية بدقة 48 ميجا بكسل بفتحة 1.8 تلتقط صورا جيدة بالنسبة لهاتف اقتصادي، بمساعدة عدسة 2 ميجا بكسل مخصصة للعزل عن الخلفية. يمكن للكاميرا الخلفية كذلك تسجيل فيديو بجودة فول HD بلس بسرعة 30 إطار في الثانية. الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة 2.0 وهي مناسبة لالتقاط صور سيلفي لا بأس بها لمشاركتها على تطبيقات التواصل الاجتماعي. سعة بطارية أونر بلاي 6T برو تبلغ 4000 ملي أمبير مع قدرة شحن سريعة تبلغ 44 واط. الهاتف سيتوفر باللون الأسود، الفضي والذهبي، وبسعر يبدأ من 220 دولارا لخيار سعة تخزين 128 جيجا بايت، وبسعر 250 دولارا لسعة تخزين 256 جيجا بايت. ما رأيكم بالهاتف؟ شاركونا آراءكم أسفل في مكان التعليقات، ونترككم مع سعر الهاتف بمختلف عملات الدول العربية.